السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبروك سعيد عليكم يا رب العالمين. اليوم سيدي جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي يعجبكم. هذا راهو الجزء الاول منه نهارت الوقفه البنات. علاش وخرت عليكم؟ نهارت الوقفه خرجت الساله ونظفت الدويره، هكاك ديما نفرحوا بشهر سيدي رمضان هكا ونبخروا دويره ونزينوها. المهم كما شفتوا في فيديوهات سابقه معني كل مره نعمل البيت الحقيقه ما نعملش الدار كلها، واليوم خصصت نهارت الوقفة كان البيت السالة والفيراندا والوسطية. عاد هذاك ديما الكوجينة وبيت البانو ديما تابعة القضية. المهم لهنا باش ننظف الفيراندا ونسيقها، ومن بعد باش ندخل البيت السالة باش نخرجها بكلها المرهيبية، معناها باش ننظفها مليح مليح ونحك لها شبيبكيتها. حسيلو نهار عديتو الكل في السالة، وقبل بنهار اكيد ما طيبتش الحقيقه الفطور، خليت قلت نطيب لكم شقان الفطر ونوريكم العشيه شنو. اي خليكم تابعوا مع الفيديو شويتونا هكا صغيرونا ونرجع لكم. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل. كملت لهنا سيقتها تسيقة عربي يقولوا احنا بالقدي، ومن بعد باش ننيمها عاد ونفرشها، وفرشت لها نابز مزيان هكايا وعملت قايدة عربي لبنات. نحب القاعدة العربي اللوطة في شهر سيدي رمضان، نحط ميدة بحذية وكويس تي ونعمل جوي أحلى جو. كل ريحة تزين دويرتها كيما تحبية تبدأ عاملة عليها جو، ومن بعد باش نشعل الكمين ونبخرها عاد وتبدأ ريحتها فيه. وحاول نستقبلوا شهر سيدي رمضان يا ربي يتموا علينا بالخير والنعمة، وشعل ذو زيدة يشعل ويطفأ. ماله بالفن والدن هكا. تو نكمل نفرش زيدة نابعة طاولة في الفيراندا ونيم الوسيطية ونفرش الزرابيها. وكا هذا الجزء الأول نهارة الوقفة. حسيلك يقوم تصبيح دنيا نيمة تشرح محليها محليها. ما بقى لي كان معون السحور، وبعد حسيلو لهنا بخرت عملت شوية بخور، وإن شاء الله ديما كيكا ريحتنا فيوحة ومبخرة والله مصلي على النبي. هاي لبقى كان تو باش نفرش هالناب ذي ونزين عاد الفيراندا، وقلت بالك شي تقسكا دفي شوية نتعشي وشي في الفيراندا تبدأ كي مسيقة ونظيفة. أما الدنيا مزلت بردة فتيتة معناها مش مزلت، أما كي تبدأ هكا مرتوبة هنا كي نبدأ نغزر هكا حتى في الصبيح تبدأ مرتوبة نبدأ فرحانة هكا. هاو خا نكمل عاد فيسع فيسع نايم الدنيا، أو باش ندخلو للكوجينة من غدوة. هذي راهو نهارة الوقفة، هاي خليكم شوية ونرجع لكم. صباح الخير، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم عندي اول نهار في رمضان،
كما شفتوا معني نايم تدبيره نظيفه معني نهارت الوقفه جيت مسحت الكوجينه وعملت البيت البان وهكا ونظفتهم ودخلت بعد سلطه الظهر سلطه الظهر ودخلت الكوجينه باش نعمل السلطه المشويه نتاعنا التونسيه هذيك يلزمها تبدا موجوده فوق الطاوله. قلت نعمل بزيد شويه باش يقعد لي الحقيقه في الفريجيدير انا كل مره نبدا تريف وكي توفى نعاود ونوريكم دبارتي اليوم شنو واش نطيب اول نهار في سيدي رمضان. اي خليكم معايا المشوي على خاطرها قلت مني للفحم مني نحب ريحة الفحم في السلطة المشوي هكيكا وخليهم يتشوي وهذا من أصبر طرف نتفقدهم وخليكم معايا اليوم نهار مزيين برشا إن شاء الله يا ربي كل عام انتم حيين بخير. نحط طمطومة نحطش برشا طماطم مني كيبدا فلفل هكا متوسطة تك 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 زرعة ريحة نعناع محلية كيش طلعوا شوفوا مزيانه خليهم يذوقوا محليهم محليهم الحمد لله طلعوا لي. هاي نكمل نشوي نوريكم دبارتي شنو باش نطيب وش باش نحضر وحسب رايكم. كل دار تونسيه تلقى طيبه كسكسي بالحم اليوم مش كل كل اما بريسك. هاي شوفوا البنات فلفل وراس ثوم هكا بقشور وبعد حطوه في حكايكه تكي 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 محليها كالريحه طالعه. تو جارتي تطلع عليا تقول لي ويني وين باي هذا يا لمي لحمتي باش نحطو في الدبسة في البر العبيطة ونحطو في الشربة هذا كبار سير كل باش نحطو في الدبسة ونحط هذا في البر العبيط ديما في الاخر الشربة نحط قرينة نقصو طريفيت هكاي ريحة ملح تلك ريحة ريحة رمضان لو صلي عبيدي فنشريو في سير ليمات مالح اما في شهر سيدي رمضان مختلف. هاي نخبي هدومي في الديبسة ونوريكم ايش باش نحضر اليوم. اعذر قسمت بيت الحم للفطور باش نعمل كسكسي عاد بالحم العلوش البنات وباش نعمل شربة بالحم العلوش يعني شربة اوز باش نقص حتى لحمة صغيرة اني خاطر كل يوم نعمل شربة كي تفضله ملا وحش بتبيعة نولي نستعملها من غدوة منقول ما منقولش راهي بيت نغشهم نغشهم ساعات ساعات نغش اما اني الحقيقه في الدار سحورنا مالحه نسحروا المالحه احنا في الدار معناها ساعات الشربه كي تفضل عاودوا نحطوا نسخنوا نعاود نسخن العشاء هذه مع قريب الفجر نحبوش الحلو احنا هكا كل واحد وعويدهم راه في الديار الحاجه الحلوه نعملوها في السهريه كهو هذا كان فما بتبيع ما فماش كويس تي وعادي اما الاكثريه نعملوا حويجه حلوه هنا عملت الحيمه هكا نقول واحنا قسيت هكا تريفيت للشرب وهذا بيت الحم العلوش على قدنا ونعمل كعيبة ديما زيدة باش للسحور للسحور خاطر كيما قلت لكم تسحروا مالح. هاي نوريكم كيفاش باش نحضر كسكسي هذا معروف اما اني توا مازال بكري على الفطور نعمل ديما الفازة نتاع الكسكسي. مديت لهنا الشقالة نتاعي حطيت فيها رويس بصل هكا مقصوص حط بيت الحم نتاعي بسم الله الرحمن الرحيم مسح يديا نفوح توا باش نفوح حط الملح فمش طيب رطل باش طيب كيلو انتي في رمضان استعملت الكاس يعني البنات نقيس بالكاس يعني نهز كاس تاع الحليب هذاك نقيس بيه باش ما تتلوحش برا نعم تربي هنا حطيت مغرفة وشوية بالعينة اللي تبدا عاد خبره في الترتيب بالعين ننصحها اللي ما تعرفش قياس الملح معناه في شهر سيدي رمضان تعمل اقل خير ما بزيت مني قدرة ربي عاد عندي مده سنين نعرف الفازه خبره فيها الحكايه فاست الملح ديما بالعين فلفل احمر شوي باش نزيد خاطر نحبو حر كركم ملح فلفل احمر كركم كركم باش طير مغرفه كهو فلفل اكحل مشي ترحيت يزيني من هذية تعبتني قولي دبوسة يزيني نلقاها لحظة بركة نقيت نقيلها حسيلو شطير مغرفة صغيرة خاطر باش نزيد باش نحط في الكسكسية نحط العود في ال نحط كعبتين مش برشا كعبتين ولا ثلاثة وسط المرقة هما اللي يحط في الكسكسي كيفو أنا مش باش نكثر هاكا ثلاثة عود اللي هو المسمار بالعربية بلدان أخرى المهم
طب علاش هذي راهو مزيان بكري هذي باش نغطيه قولوا احنا يشرب هكا اللفاح نسيت شيء نسينا شيء حطينا البصيلة الحمص نطيب وحده وميل بيا نعمل كسكسي العرس نعمل بعد نزين بالعظم المسموط وكهو مش باش نحط ولا خضرة لا شيء هكا يشرب في عقل عقله بعد العصر كيكة ولا حتى زيدوا شوية انتم ولا ذي معناها قديش باش يقعد الكسكسي مش برشا المهم تو نغطيه ساعة تو ذي نسيوه خليه يشرب هكا لفيه ويشرب كل شيء بهي هو السلاطة مشيش تتحرق لي وكملوا تنيموا الكوجينة مرة أخرى وتدخلوا تقراوا هكا شوية قرآن قبل العصر هاي نيموا الكوجينة شوية وريكم الحوسة واللوسة باش نرد ذي الكل ونيم الكوجينة شوية رد الماعون وكهو الحمد لله مش برشا برشا خاطر البارح في السحور نظفت الدنيا البنات المهم نمشي نتفقد هاك السلاطة البنات هذه سلطة مشوية هاني كملتها وحضرتها حطيتها في حكيكة وإلا تحطوها في ساشي كما تحبوا نتوما معني ما كتحطوها في حكة هكا خير قبل لك المغرب نقولوا بنصيف ساعة تقشروها وترحيوها هكا الثوم اللوطة معني مشوي حاضر وتفوحوها بالملح والفلفل أكحل وشوية كروية وزيت زيتونة وتزينوها حسنوا حكم معايا تنزينوها مع بعضنا المهم اللي البنات اللي تخاف من الحرورية وقا تلبس الكوانتويت وإلا يديها تحرحر تعمل فيرينة الفيرينة تنحي الحرورية من اللي يدي هيا دي نغطيها وننسيها هكا كملت بقالي كي مشان طيب هيكم ونعمل البريك أو البريك حاضر في العادة احنا نشريو الحقيقة البريك عن الغبراء ونطبقهم هذا ونرتاح كما تحبوا البنات البريك عاد الطبيعة يا تحبوهم على اثنين وإلا نقولوا احنا مثلث حسينو نحضرهم هي الكيبة مش كبيرة مش نعملهم كل هكا نص دائرة وكهو كما هكا هاي حضرهم نرجع لكم لهنا قلت خلينا نحضر سلطة تونسية لفلف هكا فيسع فيسع ونخليها على الشيرة ومن بعد نفوحها قبل المغرب كي نفوحها بالملح والفلفل الأكحل والزيت والنعناع وشوية قارص قصيت طمطومة ماك تعرفوها عاد البنات سهلة أما هكا فكرة صغيرونة وبرا خاطر نحبوها برشا مع كسكسي بالحار قصيت الخيار اللي هو الفقوس وطمطومة وبصل وفلفل هكا وباش نحطهم في صحين ومن بعد نغطي عليها ومن بعد نفوحها هكا وننصحكم لهنا ديما السلطة تبدا موجودة تبدا هكا بنينة خاصة زادة سلطة الخس انا ان شاء الله غدوة كي رحينا ربي نعمل سلطة خس اتهو هنمشي نشوفو عاد شمش نعملو اخر تاو هي خلت الكوجينة الحقيقة بعد العصر خليت العصر ودخلت باش نعمل اول حاجة الشربة نعملها ونرتاح عليها حطيت رويس بصل قليل شوية وبعد نحط الحق قدوبة ما يتقلك شوية برك نحط لك الحينات قصيتهم طريفات طريفات نجمو تعملوا عاد بطبيعة بتجيش كل مرة نعملوا حاجة حسين قليل شوية مع شوية فلفل أكحل شوية بركة مش برشا نبلش شوية كركم نعملوا عليها كيف الشربة من البنينة فيوحة واللي يحبها حمرة راهي مش الطماطم اللي برشا يحسبوها من الطماطم الفلفل الأحمر متاعك هو اللي يحمر نقليه شوية وبعد نحطو الطماطم ونحط لها الطماطم ما سكرتش الطماطم باش ما تجيش قويه تجيش الشوربه فيها برشا طماطم تجي خفيفه هكا وبنينه بالطبيعه نرجع نقول كل وحده وطريقتها في الترتيب فوحها طوب الملح ديجا حطينا احنا الكركم لازم هي مغيفه من غير ذويقه بالطبيعه نعرف فين خاطر بالعين
واللي ما تعرفش انا كيما قلت لكم بكري حطوا شويه بعد تزيد باش قن فطر باش نزيد شويه رشيت زينين نمسح حط فلفل احمر يس شوف هذيا اني نعمل هكا كلافس طبيعي اللي ما تحبش الكلافس مش لازم تحطوه حط معدنوس ولا اللي تحب الاخر تحطوا معدنوس اما الكلافس نحطوه تاو تاو بدات تطلع ريحه الشوربه نتاعنا احنا نعرفوها هكا بالكلافس باهي لهنا باش نبدا نصب اللي سخن نبدا نقليك الشوربه نتاعي هذه باش نقعد نقلب فيها وهذه تبدا تاع واحد نمشيو للكسكسي لهنا كملت لبنات الشربه ها كما تشوفوا فيها مرقتها بعد ما قليت الطماطم وتوا جينا للكسكسي حطيت طريف ماء سخون كيما عملت معكم الحقيقه قبل وما نسيتش تاو باش نعملوا فيسع فيسع باش ما نطولش عليكم ونجيو هكا اللي عملناها بالصباح مع بعضنا هيا شوفوا بالعمل قر زيتها وتوا نصبوها في القدر بسم الله صبوه يبدا الماء يغلي وما سمسوا الشقالة نتاعنا بالماء سخون بسم الله خلطوها شوية في من هكا ونخليه توا يتقلى هاكا كيما قاعدين نشوفوا شنو قد توا نصبر طرف هكا ونمرقو شويه ما يسخون هاكا هاو انا سهله مش صعيبه من بعد نمرقوه ونخليه يطيب ونحطوا له الكسكسي لهنا عملت الكسكسي نتاعي عملته معاكم قبل صبيت له شويه زيت وبعد صبيت عليه الماء وبعد سقطرته من الماء وخليته هكاك لين يشيح ومشيت هنا حضرت الطاوله في فيسع زينتها وحطيت الكدباسي تاع الكسكسي وحطيت البنجان البن اليوم حسيلو دمدان تاع نقول جيب البن خاطر نحب البن مع كسكسي بالحمل علوش يعجبني بصراحه حبيتك القمصان وباش نرجعوا عاد نشوفوا نزينوا السلطه المشويه نتاعنا فوحوها حطيت لها شويه ملح وفلفل اكحل وشويه كرويه وزيت زيتونه وزينتها بالعظم والتون والكبار هذيك نحيها على الشيرة بالنسبه للسلطه كيف كيف فوحتها ملح وفلفل اكحل شويه نعناع وشويه ملح وزيت زيتونه وزينتها بالتون والكبار لهنا البنات الشربه نتاعي طابت هاكا كيف نشوفوها هكا طايبه قر زيتها على محليها شنو نعمل لهنا نحط فلفل بر العبيد بعد ما نغسله نحطه هوني ونحط شويه معدنوس هكا هاو كنخلطها شويه بركه حكايه تنقلو دقيقتين معاه ولا نسكر عليها اني نحب ريحه المعدنوس تقعد هكا والسلام عليكم نمشيو للكسكسي انا قبل الكسكسي البنات عملت البريك قبل هي بريكه بالهريسه والعظمه والتن والكبار واللي يشتي حاجه اخرى نعملها له كيما حبوا مثلا بريكه بالبطاطا والمعدنوس والعظم اما مش ديما راهو هكا ساعات نعكس بيهم ولهنا عندي الكسكسي الكسكسي سقيته قبل المغرب كيكه بدريجين سقيت الكسكسي نتاعي وحطيتك العظيمات وباللي كتب ربي لك الحمد يا ربي على هالنعمه ويا ربي الف ليزي نحمد ربي ونشكره هذه تويولتي قبل شقان الفطر زينتها وحطيتها وباش نمشي عاد نرتاح ونعمل لك كويستيك العادة من المرة هذه بصباتو احنا نقولو كستيب البندق نقول لك كستيب صباتو المهم زينا كل تبيق وهزيتو للسالة وقريب نوصل لهنا لنهاية الفيديو متاعنا لليوم ان شاء الله يربي يعجبكم وكان خفيف عليكم هكايا وخليتكم تعيشوا معايا نهاري كيفاش من الصباح حتىش للمغرب هنا مش نقول لكم صحه شريبتكم كان تفرجتوا عليا في الليل والا المهم صحه شريبتكم احنا نقولوا بالتونسي محليها كالكلمه وان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله يا ربي رمضانكم مبروك سعيد عليكم الناس الكل خليكم تاو في بمين تربي وان شاء الله نهاركم مبروك سلامه